تنفيذا لتعليمات القيادة والسلطات العليا للبلاد الرامية إلى مجابهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ومحاربة الممارسات التجارية التدليسية من أجل وضع حد لنشاط المضاربين في هذه المواد، وعلى إثر معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتكورت مفادها قيام أحد تجار الجملة للمواد الغذائية بإقليم ولاية تكورت بتحويل كمية معتبرة من مادة زيت المائدة من مستودع كان يستغله للاحتكار والمضاربة وتحويلها إلى مكان آخر من أجل إخفائها باستعمال جرار طريقي بمقطورة لتفادي ضبطهم من طرف عناصرنا التي شنت عدة حملات وخرجات ميدانية برفقة عناصر مديرية التجارة لولاية تكورت لمجابهة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث مكنت العملية من حجز 30,480 لتر من زيت المائدة موزعة على النحو التالي: 5,460 قارورة زيت سعة 5 لتر نوع زيتنا للعلامة التجارية سيم، و 1,590 قارورة زيت سعة 2 لتر نوع لابال، وحجز جرار طريقي بمقطورة وشاحنة صغيرة كان يستعملانها في نقل وإخفاء هذه المادة، وتوقيف 3 عناصر متورطين في هذه القضية ليتم فتح تحقيق في الوقائع أسفر عن الكشف عن جماعة إجرامية منظمة تعمل على تحويل هذه المواد من الولايات الشمالية إلى الولايات الحدودية بأقصى الجنوب دون التصريح بها لدى مصالح التجارة لتفادي عملية مراقبتهم ومتابعة مسار ووجهة هذه المواد التي من المحتمل بنسبة كبيرة استغلالها في عمليات تهريب إلى دول مجاورة ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، بموجبه سيتم تقديمهم أمام النيابة.